السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا ومشاهداتنا في حلقة جديدة من برنامجكم عصرية. تقبل الله طاعتكم مشاهدينا. هذا احنا معاكم في برنامجكم عصرية اللي تماشى مع كل ما يواجهنا وخصوصا في شهر رمضان الكريم، وفيه من المواضيع اللي تهمنا من الناحية الاجتماعية ومن الناحية الصحية أيضا. جوهر شهر رمضان المبارك يقوم على تنقية الروح والجسم والصبر والتروي وعلى حسن التعامل مع الناس بهدوء وبعيد عن أي انفعال. بنتكلم عن العمل على تهدئة الذات وإدارة الغضب خلال شهر رمضان مع الأستاذة أميرة الإسحاق، اختصاصية نفسية في مستشفى الطب في مؤسسة حمد الطبية. وبنتكلم عن وجبة السحور، طبعا الكل يعرف أنها هي الوجبة اللي نتناولها قبل أذان الفجر خلال شهر رمضان المبارك عشان تساعدنا على صوم النهار كله لين أذان المغرب. أهمية وجبة السحور وأساسياتها بنتحدث عنها مع منال المسلم، خبيرة تثقيف صحي بمؤسسة حمد الطبية. لكن خلونا الحين نبدأ حلقتنا من نشاطات قطر اليوم الخاصة بشهر رمضان المبارك. ما قصرتوا، هي فقرة بنستعرض فيها فزعة هالقطر لكل إنسان محتاج دعم ومساندة على هذه الأرض الطيبة. وحلقتنا اليوم بنتعرف على مبادرة قاموا فيها مجموعة من الطلاب بمساعدة مدرستهم وأهاليهم. وما هو جميل في الموضوع أن اللي يقومون بها عيالنا واللي تعزز عندهم قيم التكافل وإغاثة المحتاج. اليوم بنشوف تقرير مبادرة من مدرسة عبدالله بن زيد المحمود وما قصرتوا. بارك عليكم الشهر الفضيل. هذه حملة مدرسة عبد الله بن زيد المحمود لجمع 10,000 سجادة ومصحف، وقد جمعت من تلاميذ المدرسة ومعلمين، وقد تمت التبرع من قبل 3 مدارس وهي مدرسة جوعان بن جاسم نموذجية المستقلة البنين، ومدرسة المثنى بن حارث النموذجية المستقلة البنين، ومدرسة ابن سينا النموذجية المستقلة للبنين. سوف توزع هذه السجادات والمصاحف على الدول الإسلامية الأخرى. وتهدف هذه الحملة إلى غرس قيمة البذل والعطاء في هذا الشهر الكريم في نفوس تلاميذها. البذل اللي قدمتها مدرسة عبد الله بن زيد وغرس القيمة الإسلامية في نفوس عيالنا جدا بادرة مهمة، جدا تخدم الإسلام وتخلي الأطفال يشعرون بقيمة القيم الإسلامية والأخلاق الإسلامية في توزيع الزايد عن حاجتهم أو حتى في إيثار غيرهم على أنفسهم. يقول عليه الصلاة والسلام: من كان له فضل فليزد على من لا فضل له. هذه الدل إذا أنت عندك شيء زايد عنك وانت بحاجته فتصدق فيه. جوهر شهر رمضان المبارك يقوم على تنقية الروح أو تنقية الروح والقلب والجسم،
وعلى حسن التعامل مع الناس بهدوء وبعيد عن أي نوع من أنواع المشاعر السلبية. غير أن هناك في بعض الأشخاص ونتيجة لغياب بعض المنبهات اللي تعودوا على تناولها مثل الشاي والقهوة مثلي وغيرها، أو لعدم قدرتهم على ضبط أنفسهم وإظهار مشاعر الغضب أثناء الصيام. شلون يمكن العمل على تهدئة الذات وإدارة الغضب خلال شهر رمضان؟ الأستاذة أميرة الإسحاق اختصاصية نفسية في مستشفى الطب النفسي في مستشفى الطب في مؤسسة حمد الطبية بتكلمنا عن هذا الموضوع. نرحب فيك وتقبل الله طاعتك إن شاء الله أستاذة. قبل ما ندخل في موضوعنا، شفتي معنا تقرير اللي هو مبادرة قامت فيها مدرسة بالتعاون مع أهالي الطلاب، مدرسة طبعا اللي هي عبد الله بن زيد المحمود، توزيع مصاحف وتقديم دعم يعني من هذا النوع، مصاحف وسجادات صلاة، فش رايك فيها؟ طبعا هاي يدخل في نظام اللي هو مثل ما قال ولي الأمر الإيثار العطاء، اللي هو تجود، يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعني جواد أكثر في شهر رمضان بالعطاء والصدقات، حتى الناس تفضل أنها تعطي زكاتها في شهر رمضان، فهذا يعلم النفس على عدم حب التملك أو حب الاحتفاظ بالشيء أو البخل، العادات اللي هي أو الصفات المذمومة في ديننا وأخلاقنا والأخلاق الإنسانية بشكل عام. يعني من منا يحب الشخص البخيل أو أو الشخص الأناني أو اللي دائما نقول والله هذا يحب نفسه ما يحب غيره. بارك الله فيهم وفي جهودهم إن شاء الله. إن شاء الله. طيب أستاذة، بنرجع لموضوعنا، مثل ما قلنا إحنا اليوم بنتكلم عن إدارة اللي هو الذات وفي التحكم يعني في الغضب، فما هي أبرز الأمور اللي قد تجعل الصايم فعلا يشعر في الغضب خصوصا في أول أيام الصيام؟ خلينا إحنا أول شيء يعني الغضب، ما هو الغضب؟ هو انفعال عاطفي حاد طبيعي، لما يخرج عن السيطرة هنا تصبح مشكلة اجتماعية أكثر ما تكون، لأن يعني الغضب هذا دائما يكون موجه إما للذات أو للآخرين، فهو مشكلة مع الذات ومشكلة مع الآخرين. أبرزها في أول الصيام مثل ما احنا قلنا، عندنا واحد الأفكار الخاطئة، الأفكار المعرفية اللي عندنا الخاطئة، أنا في شهر الصيام إذا اشتغلت بكون معصب، ما بيكون عندي جهد، ما بيكون عندي، في عندنا موروثات فكرية يمكن إحنا اللي أعطيناها لنفسنا أو أوحيناها لنفسنا، فنتوهم أن هذه مسبب لنا أن إحنا ننفعل ونغضب، يعني يكون جزء منها توهم، يعني هي غير صحيحة. في هذا الشهر المفروض أن تتحكم في كل أطباعك السيئة. هي شهر رمضان هي نزع النفس من الرغبات والشهوات اللي هي تبيها الغير سليمة، فمنها هو الغضب. الشيء الثاني اللي عدم الصبر، يعني احنا اغلب الناس اللي هم اللحوحين او المستعجلين اللي دائما مثلا يلاقي شيء موجود قدامه خلاص انها في هذا الوقت يريده في هذا الوقت يجده، فما في عندنا مفهوم الصبر. يعني ممكن يكون عندنا مفهوم الصبر ان الانسان يصبر على الضيق والمحن، لكن مفهوم الصبر في رمضان هو هذا اللي يعلمك اياه، هذا مش موجود. عندك غير العادات اللي احنا تعودناها، طبعا شهر رمضان يجينا مره واحده في السنه، فلنا عادات معينه، اولها التدخين يعني للرجال المدخنين، وثانيا عندك المنبهات الكافيين، فهاي الأمور كلها تجعل الإنسان عصبي لأنه هو متعود على هذه المنبهات اللي بالنسبة له تخفض القلق. يعني لما لاحظوا أنتوا الشخص يكثر من السجائر لما يكون متوتر، لأن في فكره أن هذه هي تهدئه. صحيح. المنبهات لأن هذه تهدئني، يعني خلاص أنا متعود على هذه المنبهات، فهاي هنا تكون الإشكالية، وهذه اللي تبرز الغضب عندهم، لأنهم ما يستطيعون، تعود أنه مثلا من الصباح يشرب هذه القهوة ما يستطيع. صحيح. وهي منبه، فهنا تتوالى عنده المشاعر الضيق وأحيانا النرفزة، وتدرج إلى أن يصبح يعني غير أنه مرسومة على الملامح بالصراخ والغضب والانفعال على الآخرين. أستاذة، زين شو اللي ينتج خلال هاي الغضب أو عدم الصبر على نفسي يعني تجاه الآخرين؟ يعني الغضب يعني وخاصة في رمضان، يعني الغضب عموما له مضار، فما بالك الغضب مضاره صحيه، يعني غير يعني الكثير الغضب او سريع الغضب هذا دائما تلاقين عنده القولون العصبي،
وتلاقين عندها احيانا قال لك والله الجلطات القلبيه، لان نسبه الادرينالين يرتفع. صحيح. يعني فما بالك في الصيام انت اساسا غير ماكل ولا شارب، فيحس الانسان بعد ما بعد لحظه الانسان اللي صار غضب وغير قادر على سيطرة انفعالاته، بعد ما ينتهي ما تنتهي مرحله الغضب هذه يحس نفسه مجهد منهك، يعني انت اذيت ذاتك واذيت صحتك. صحيح. ثانيا على المستوى الاخر، الاخر انت جرحت التواصل الاجتماعي معه لم يكن سليم، في هناك سوء في العلاقه هذه والتواصل هذا. الى امر اخر انت ستضطر الى التنازل والاعتذار. نعم. يعني فكل هذه الامور هي غير محبذه اساسا في عند الانسان، لكن انت من تضع نفسك في هذه المرحله صحيا ومع على مستوى الاخر وعلى مستوى ذاتك. اذا يعني الى اي مدى، خصوصا ان احنا في هذا الشهر الفضيل، الى اي مدى يعني الغضب يتعارض مع روحانيه الصيام؟ طبعا يتعارض، لان الصوم مثل ما قلنا هي تهذيب النفس وجعلها مطواعة غير نزاعة إلى الأمور والرغبات الدنيوية. تعلمها منها الصبر، المثابرة، كظم الغيظ، والكاظمين الغيظ. يعني من قمة الأخلاق هو كظم الغيظ. فكل هذه الأمور لما أنت يعني مفهوم الصوم عندنا مثل ما أنا قلت يتعارض الفكر اللي عندنا إحنا، الثقافة الموروثة اللي عندنا إحنا، أن الصوم فقط أن أنا أصوم عن الشرب والأكل، وأن أنا مثلا أحاول قدر الإمكان أني لا أسب ولا أقذف ولا ولكن ألاقي نفسي لا أنا يحق لي أن أنا أعصب. يعني حتى مرة يعني لو لاحظت وشفتي يعني عشان تعرفين ثقافة الآخرين في البرودكاست مضرشين أن شخص يعني كدعاء بأن شخص واقف ومستمت وعنده مخالفة مرورية، فلما نسأله مثلا الراعي المروري يقول له عليك مخالفة ليش خالفت، يقول له لأني صايم. يعني يعني كأنه هو يبيح هذا الغضب أنه يعني سرع أو شيء، أنه هو صيامه أدبه إلى هذا السلوك، وهذا سلوك خاطئ. يعني أبداً صيام أبداً ما يؤدي فيك إلى هذا الشيء. أكيد. بس لحظة، يعني حتى النكات أصبحت على المستوى الاجتماعي بهذا الشكل. نعم صحيح. زين أستاذ، شلون نتعامل مع الشخص الغاضب خلال صيامه؟ إحنا خلينا نقول كيف يدير هذا الشخص الغاضب اللي خاصة اللي متعودين على المنبهات. يعني أنا أفضل أن الشخص اللي متعلم على المنبهات أو اللي مدخن، مثلاً عندك شهر شعبان أنت عارف أنه بعد سيأتي رمضان، على الأقل خلال أسبوعين بالتدريج أعود نفسي أن أنا أخففها حتى الصباح، لأن هي المسألة في الصباح. لأن يعني لاحظي مدخن السجائر يقول لك أول ما أصح من النوم أنا أدخن سيجارتي، يعني راعي المنبهات يقول لك أول ما أصح من النوم لازم ريحة القهوة، فهذه لن يعودون نفسهم أنه في الصباح شوية شوية بالتدريج أنه ما يكون هذه الأمور موجودة، هذه المنبهات يتعودون على عدم تواجدها صباحا. لما يجي رمضان تخف عندهم نزعة الغضب هذه أو الشعور بالغضب هذا، فالتدريب عليها وايد مهم. الاسترخاء، يعني الإنسان ما يكون دائما مشدود ووجهه معبوس، يعني افرح أنت في شهر يعني تعتق فيه الرقاب من النار. صحيح. افرح أنت ممكن تكون في يعني من الناس الذين يرحمهم الله. صحيح. يعني حاول قدر الإمكان مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من غضب منكم إن كان قائما فليقعد وإن كان قاعدا فليقم. درجات الغضب كيف يعني عالجها الرسول صلى الله عليه وسلم بشكل جدا سلس. عقبها يأتي الوضوء، بعدها تأتي الصلاة. نعم. عشان تخفف هذه الأوضاع، ومنها أيضا الاسترخاء، قراءة القرآن، أو الخروج أو الصمت، يعني أصمت وأخرج إلى أن أهدأ دون الانفعال على الآخر. نعم. طيب يعني في حال لو أنا واجهت شخص غاضب، فأنا دوري شو أسوي؟ يعني تفضلتي وتكلمتي عن هو يعني كغاضب ممكن إنه يقوم بواحد واثنين وثلاثة. الحين هو معصب قدامي، أنا شو أسوي كطرف؟ أكون هادئ، فما يصير إحنا نشد يعني الحبل، لو نشد من هنا ونشد من هنا ينقطع بين النص. أكون أنا شخص هادئ، أنا أستطيع أن أتحكم. أنا يمكن شخص ما عندي المنبهات هذه ولا عندي مثلاً، فبالتالي أنا أقدر أتواصل معه وأتفاهم معه بشكل أفضل. فإذا كان غاضب أستمع وأنصت وأخليه يعني يفرغ، أخليها مثل كأن هذا الوقت هو أحط في بالي أن أنا أجعله يفرغ حتى يهدأ.
ولما يهدأ ذيك الساعة يأتي النقاش، أو حتى بعد الإفطار أنت عصبت في هذا الوقت، يعني كان سبب غير مقنع للغضب، وحتى ممكن أنبهه هنا، أكون عامل منبه له أنه لاحظ مثلا هذه المنبهات كيف ضرت بك، خاصة التدخين. يعني التدخين أحيانا ممكن علاجه بشكل غير مباشر من خلال الآخرين، يعني يشوف كيف ضر حتى في صحتك، ضرك حتى في تعاملك مع الآخرين أثناء الصيام. الصيام اللي المفروض فيه الإنسان يكون مبسوط، يكون مرتاح، إنه هو ومطمئن، في عنده طمأنينة ويقين، يعني أجواء روحانية، أجواء فيها صلاة التراويح والقيام والتسبيح والتهليل، كل هذه الأمور هذه تحرم أنت منها بسبب شيء دنيوي. على طاري اسمحي لي نور، على طاري قلتي اللي هو قبل الإفطار. إنزين قبل الإفطار أستاذة، السائقين يعني قد يكون طالع من عمل أو رايح مشوار سريع وبيرجع، أو حتى اللي يعني تريضون على الكريش ويمشون وكذا، بيرجع البيت ونوبة الغضب هذه التي يعني علشان أوصل في وقتي. هذا هي اللي قلناها، النكتة المخالفة اللي أخذها أنا صائم. فهذه منها. ما هذا هي ثقافتنا. ثقافتنا أن أنا لازم أوصل بسرعة ولازم أفطر بسرعة. يعني لا ننسى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أحياناً الصائم ليس له من صيامه سوى الجوع والعطش. يعني ما لها أجر فيها في أي شيء من هالأشياء الثانية اللي هو الصبر أو التأني. لازم هذه تعلمونها، يكون في وعي ديني، وعي اجتماعي. ما معنى رمضان؟ رمضان ليس فقط أن أنا أصوم عن المأكل والمشرب. صح. يعني حتى في ناس يوصل فيهم أنه حتى ما في صلاة. نعم. بس يقول لك أنا صايم ونوم طول الوقت بعدك الساعة ألين قام على ذهب الظمأ وتلة العروق. كنت تاني بسألك عن هالسؤال. قاعد يفطر. في ناس قبل الفطور ينامون النهار كله بس عشان عندهم أن هذا عشان يسلم الآخرين منهم وهم يسلمون من هذا. ما له أجر، ما له لأن لا صلاة ولا هذه. ترجع إلى ثقافتنا، يجب الوعي بما معنى رمضان، مو بس دينيا، اجتماعيا كيف يؤثر. يعني أنت عارفة رمضان هذا يستطيع أن يغير فيك طبائع وإن كنت جبلتي عليها، هي صفات مثلا موجودة فيك مغروسة منذ صغر تتغير إذا كانت سيئة، لأن هي تعليم النفس على السلوك الإيجابي. هذا الشهر يستطيع الإنسان فيه، وهي بشرة يعني حتى من الله سبحانه، أن يستطيع أن يغير نفسه إلى الأفضل. وفي كثير من عرفوا قيمة رمضان، المعنى الحقيقي لرمضان، كثير منهم تغير للأفضل ولم وما لقيناه انتكس أو تراجع للخطوات الوراء. أستاذة، نصيحة أخيرة حق اللي ما يقدرون يكبتون غضبهم، أو حق الناس اللي نفس ما قلنا ينامون طول النهار يقومون وقت بالنسبة للأشخاص اللي طبعاً، لأن إحنا نتكلم عن الغضب، النائمين طبعاً ما عندهم أي نوع من الغضب ولا يدرون باللي يجري حولهم، لكن الغاضب أنا أتمنى أنه هو يستخدم أسلوب الاسترخاء النفسي اللي هو التنفس العميق، التريض. يعني ممكن أنا إذا كان في شيء غضبني داخل البيت أطلع أتريض، أمشي. التريض هذا ترى على فكرة يساعد. صح. يعني على تهدئة النفس. وعلى صفاء الذهن. غير هذا أنا ممكن أتوضأ وأصلي. الآن شهر الصلاة والعبادات يعني تكثيفها، منها صح. فبالتالي غضبت أروح أتوضأ وأصلي لي ركعتين، راح أهدى أكيد بإذن الله الواحد الأحد. بإذن الله. يعطيك العافية أستاذة، ما قصرتي على استضافتك، كانت وايد مفيدة خصوصا للي معصمين واللي يرقد. يعني انا ما اقدر انصحهم اكثر من نصيحه الرسول صلى الله عليه وسلم لما نصح ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما، قال له ما توصيني به؟ قال له لا تغضب. نعم، لاهميته. نعم. يعطيك العافيه وما قصرتي. مشاهدينا، بعد الفاصل بنتعرف على الطريقه الصحيحه لتناول وجبه السحور، تابعونا. السحور هي الوجبة اللي نتناولها قبل أذان الفجر خلال شهر رمضان المبارك عشان تساعدنا على العمل خلال النهار وإحنا صايمين. على ماذا يجب أن تحتوي هذه وجبة السحور، وما هي الأطعمة التي يجب تجنبها عشان ما نتعرض
على للعطش او للشعور بالجوع خلال النهار. طبعا السحور الصحيح والصحي تحدثنا عنه منال المسلم خبيرة تثقيف صحي في مؤسسة حمد الطبية. يعطيك العافية أستاذة. الله يعافيك. كيف حالك؟ الحمد لله الله يسلمك. شكرا. كلمينا عن أهمية وجبة السحور. طبعا قال صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور بركة. وأيضا قال لا تزال أمتي بخير ما عجل الإفطار وأخر السحور. فهذه البركة تكمن في أن وجبة السحور هذه الخفيفة تساعد على منع الإعياء والشعور بالتعب في اليوم طيلة فترة الصيام. أيضا تخفف من الإحساس بالجوع والشعور بالعطش. كذلك تساعد على منع الخمول والشعور بالكسل والرغبة في النوم وتنشط جميع أجهزة الجسم وتساعد على التركيز في العمل. أيضا تنشط الجهاز الهضمي وتحافظ على مستويات السكر في الدم. نعم. يعني تعطينا طاقة طوال اليوم بطريقة متزنة ومناسبة نحتاجها إحنا في هذا اليوم. أستاذة شنو المكونات اللي لازم تكون منها وجبة السحور؟ وجبة السحور طبعا أهم المكونات نرجع للطبق الصحي اللي هي أنها تحتوي على المجموعات الغذائية الرئيسية من نشويات أو كربوهيدرات خضار أو فواكه بالإضافة إلى البروتينات اللي تتمثل في الجبن أو اللبنة أو الحليب أو قطعة دجاج مثلا إذا كان أو قطعة سمك. معنا ما نوصل أنها تكون فيه لحوم في وجبة السحور يعني على أساس أنها تكون وجبة خفيفة مع كوب من الماء أو نصف كوب من العصير. في ناس يحبون يدسمون عشان على قولتهم انه ما يحسون بالجوع خلال النهار. هذا يعني هذا اعتقاد خاطئ راح نوضحه ان شاء الله الحين في الحلقه ان شاء الله. استاذه في ناس طبعا ينامون قبل اذان الفجر يعني ينامون الساعه 10 ولا 11 حتى 12 يعني تكون وجبه السحور تفرق بالكميه والمقادير يعني والاشياء المفيده ولا تكون نفسها؟ يعني قصدك ينامون ما يقومون لا على الفجر. اي ما يقومون الفجر. طبعا هذه ما نعتبرها وجبه سحور لان وجبه السحور هي عرفت عن الرسول صلى الله عليه وسلم وفرضت قبل موعد اذان الفجر بقليل بحوالي ساعه او نصف ساعه. نعم. وخصوصا الاخوه اللي عندهم المرضى مثل مرضى السكري او مرضى الضغط والناس اللي تتناول ادويه فاوصى الرسول صلى الله عليه وسلم للجميع ان وجبه السحور تكون قبل اذان الفجر بنصف ساعه او ساعه تاخيرها قدر الامكان. بالنسبة للناس اللي تنام وتتناول وجبة السحور أو الغبقة وقت العشاء وما تقوم للسحور راح تلاقي نفسها ثاني يوم إنها تعبانة تحس بالتعب بالصداع خصوصا في الأيام الأولى من رمضان. نعم. وتأثر على إنتاجهم اليومي. يعني الوقت يأثر. يأثر طبعا الوقت لأنها هو ما فرضت إلا قبل الأذان إلا لحكمة ربانية لم يكتشفها العلم الحديث إلى الآن. إنزين خلينا نقول شنو الكمية المناسبة من الطعام عشان وجبة السحور؟ يعني مثلا لو أبي أحضر وجبة سحور مثالية ممكن أتناول رغيف متوسط من الخبز أو اثنين سلايس من الخبز الأبيض أو الخبز الأسمر مع قطعة جبن غير مملحة أو ثلاث معالق لبنة أو علبة زبادي أو ممكن تكون كورن فليكس مثلا كمية متوسطة من الكورن فليكس مقدار كوب مع حليب قليل الدسم. تعتبر هذه وجبة مع أكل من السنة يعني أكل ثلاث تمرات تعيني تعطيني طاقة دائما إلى ثاني يوم. بس في ناس ما يقدرون يأكلون هالأكل لازم يكون عيش في الليل أكل دسم. العيش والدسم واللحم تؤدي إلى مشاكل في الجهاز الهضمي ثاني يوم. بالعكس العيش فيه بهارات مثلا لو كنا جينا المكبوس ولا البرياني فيه كمية ملح هي تؤدي إلى شعور بإعياء في اليوم الثاني شعور بأعراض القولون العصبي إذا كان عندهم قولون بالتلبك المعوي وعدم الارتياح في الجهاز الهضمي. نعم. قد يؤدي إلى حدوث غازات أو انتفاخات أيضا. ودائما الأطعمة المقلية أو الدسمة تسبب شعور بالحرقة في المعدة أثناء الصيام. زين أستاذة بس بغيت أعرف إذا في ناس يأكلون أكل دسم مع وجبة السحور زين تنصحينهم كم ساعة بعدين ينامون؟ طبعا هو السحور يعني اذا هو كان الشخص هذا جوعان هو ننصح احنا في رمضان ان تكون عندنا وجبتين رئيسيتين هم الافطار والسحور بالاضافه الى وجبه خفيفه بعد صلاه التراويح. فلو التزم الشخص بهذا السلوك الغذائي مش راح يشعر بالجوع اثناء الساعه مثلا 3 او الساعه 2 لانه هو تناول وجبه خفيفه بعد التراويح. نعم. لو فرضا أنه ما عمل هذا الشيء وتناول ما ننصحه أنه ينام مباشرة بعد تناول بعد الوجبة يعني لازم ينتظر ساعتين لثلاث وبعدين ينام لأن هضم أي وجبة غذائية يحتاج من ساعتين إلى ثلاث ساعات في المعدة. نعم. خصوصا إذا كانت الوجبة ثقيلة
فتحتاج إلى 3 ساعات أو أكثر أو 4 ساعات لهضمها. فننصح أنه ما ينام، ينتظر يشاهد التلفزيون وطالع قناة الريان برامجها الحلوة وبعدين ينام، ما ينام على طول، لأن إذا نام على طول قد يؤدي إلى عواقب وخيمة، ممكن خصوصا الدسم في الليل قد يؤدي إلى ارتفاع في بعض الهرمونات مما تؤدي إلى حدوث جلطات قلبية لا سمح الله. لا سمح الله. زين أستاذ، الحين عرفنا الأشياء المفيدة لوجبة السحور ولازم نأكلها، شو الأشياء اللي لازم نتفاداها في وجبة السحور؟ الأشياء اللي لازم نتفاداها أهم شيء الحلويات والموالح. الحلويات لأنها تعطي ثاني يوم شعور بالجوع، السكر يعطي كمية السكر العالية تعطي ثاني يوم شعور بالجوع. الموالح تؤدي إلى شعور بالعطش. أيضا المنبهات مثل الشاهي والقهوة تؤدي إلى إدرار كمية البول والتخلص من السوائل الجسم بسرعة، يعني تسبب لي فقدان سوائل الجسم بسرعة، فأشعر ثاني يوم بالعطش الشديد و... يعني لا يحب تناولها عند الفطور، لا يحب تناول لا المنبهات كالشاي أو القهوة. نعم. ولا الحلويات أو الموالح. الموالح مثلا في ناس تتسحر على شيبس، اليوم قالوا لي في دوام إحنا نسحر شيبس وبوتي بيبسي. بيبسي طبعا فيه كافيين ويؤدي إلى إدرار البول وفقدان السوائل، والشبس مادة مالحة ومملحة تسبب العطش، وكذلك مقلية يعني مادة فيها زيت تؤدي إلى شعور بالحرقة في المعدة وعدم وما تعطيني كمية كافية من الطاقة اللي هي تجي من البروتينات والنشويات متمثلة في الخبز والفيتامينات اللي أحتاجها ثاني يوم. فأقولهم من زين يعني تداومون على آخر الدوام نكون شوية تعبانين. زين أستاذة، شو السوائل اللي تنصحين لنا نتناولها خلال وجبة السحور؟ أهم السوائل طبعا الماء، لا غنى عن الماء، اللبن ممكن نستخدمه. نعم. ممكن عصير طازج غير محلى. العصائر المحلى مثل ما ذكرت لك ان كميه السكر العاليه تؤدي الى الاحساس بالشعور بالجوع بسرعه. نعم. فالناس في ناس يقولوا لك احنا ليه نتسحر نجوع؟ طيب ايش تتسحر؟ تلاقينا شارب قوطي بيبسي او شارب عصير فيمت ولا العصائر المحلى هذه مع السحور. فالسحور الجوع مش من السحور، الجوع من نوعية السحور اللي تسحرها الشخص. يعني قد تكون يعني نوعية غير مناسبة لنا للوجبة هذه. زين، خلينا نقول وجبة السحور الخاطئة، زين شلون تأثر على الجهاز الهضمي وشلون تأثر على الإنسان؟ طبعا ممكن تؤدي ثاني يوم إلى شعور بعدم الارتياح، غازات في البطن، حدوث انتفاخات في البطن، تؤدي إلى حرقة في المعدة والاثنى عشر، تؤدي إلى تلبك معوي واستفراغ شعور خصوصا إذا كلف مثلا. الحين الناس صارت متعودة تسحر في المطاعم ويكون السحور ما شاء الله بوفيه عامر وتتنوع من فأدي ثاني يوم الصباح تحسينهم غير مرتاحين. يؤدي إلى حدوث نزلات معوية خصوصا إذا كان الأكل مش نظيف. نعم. اضطرابات القولون العصبي ايضا يثير عليهم القولون ثاني يوم، ممكن يفطرون بسبب هذا الشيء. زين استاذه، شو تقولين عن الشخص اللي يقوم من نومه حزة السحور ويشرب له سيجاره زين ولا كوب قهوه ويرد ينام؟ طبعا بالنسبه اصلا للتدخين هو غير جائز شرعا مثل ما قال علماء المسلمين. بالنسبة للسيجارة، السيجارة تحتوي على نيكوتين، فالنيكوتين معروف أنها قد تترسب في الدم، وترسبات هذه في الدم تؤدي إلى حدوث خثرات دموية قد تساعد في حدوث الجلطات القلبية. نعم. والدماغية. الصيام في أثناء الصيف والتعرض إلى التعرق وعدم شرب كمية كافية من الماء تقلل من عوامل اللي هي اللي تساعد على عدم حدوث الخثرات اللي هي عوامل التجلط. يعني الإنسان إذا شرب سيجارة قد يكون معرض ثاني يوم إلى حدوث جلطات قلبية أو دماغية، لأن زاد عوامل ترسبات تساعد على ترسبات الخثرات الدموية في الأوعية الدموية، وبالتالي يؤدي إلى حدوث جلطات قلبية أو دماغية. نعم. بالنسبة للقهوة مثل ما قلت لكم أنها هي تساعد على إدرار كمية كبيرة من البول لأنها تحتوي على كمية الكافيين، وأيضا تؤدي إلى شعور بالحرقة في المعدة والاثنى عشر خصوصا إذا كانت المعدة خالية أكيد بعطش وعطش شديد. إيه؟ ولأنها مادة منبهة تؤدي إلى إرهاق والتعب ثاني يوم. زين أستاذة، نصيحة أخيرة حق مشاهدينا عشان يأكلون وجبة السحور. نصيحة أخيرة تبع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا كان الناس ما يشتهون، أنا ما أكل وجبة السحور عشان أشتهي، لكن أتبعها كسنة محببة أخذ عليها أجر، وفي نفس الوقت أني أنا أزود جسمي بطاقة أحتاجها ثاني يوم، فممكن يأكل 3 تمرات أو 5 تمرات مع كوب لبن تكفي عند تكون السحور. وجبة عند السحور تكون زين. وجبة وذلك صراحة مثالية. أنا ما أكتفي بـ3 تمرات ولا 4 تمرات كاس لبن. يعني شاكل
إذا كنت ما تكتفي، ما إحنا كنا ممكن تأكلين سندويتش مثلاً لبنة، تأكلين رغيف متوسط مع قطعة. يفضل أن على السحور نأكل الخضار مثل الخس والخيار، لأنها الخس والخيار معروف أنها خضار تحتوي على كمية من الماء وتحتفظ بكمية من الماء فيها، فتؤدي إلى عدم الشعور بالعطش في اليوم الثاني. يعطيك العافية وما قصرتي، ومشكورة على الاستطاحات الحلوة. حياك الله. مشاهدينا الحين عرفنا شلون نتخذ وجبة سحور خفيفة ومفيدة في نفس الوقت وصحية. خلينا نروح ننتقل عند حصة عشان نشوف شم حضرتنا هي سعاد في خفايف. وصلنا إلى خفايف، هذه الفقرة اللي بنتعرف فيها على أفكار وأشكال مبتكرة نزين فيها مائدتنا الرمضانية. سعاد أم فهد، شو اللي بتقدمينه؟ هلا مرحبا، شو اللي بتقدمينه لنا اليوم؟ ان شاء الله اليوم راح نقدم باستا سلطه، اللي هي سلطه المكرونه. سلطه مكرونه، ايوه، وميني برجر. والميني برجر، ايوه. اي الحين كل شيء يقول لك شيء على مقاسات صغيره. كل شيء صغير. طيب الحين اخواتنا في البيوت ويعني امهاتنا ترى يعني الاسم قد يكون مش غريب عليهم. أوكي. يعني سواء ميني برجر ولا هذه، قولي لي يعني شو الجديد اللي بيكون في هالطبقين واللي يميز يعني سعاد؟ بالنسبة عن سلطة المكرونة، اللي ميزني فيها إن أنا راح أستخدم كذا لون فيها على أساس إن الألوان. أيوة الألوان، هاي بالنسبة عن سلطة المكرونة. أما الميني برجر حجمه وسهولتي في تقديمه يعني في أسرع وقت ممكن، وإن شاء الله يعجبكم. إن شاء الله. لا أكيد بيعجبنا، أكيد قبل الفطور بيعجبنا يعني سعاد. مشاهدينا بعد الفاصل أفكار جديدة لأطباق مبتكرة في خفايف، تابعونا. رجعنا لكم مشاهدينا ومعانا سعاد جوهر في خفايف. سعاد، قلنا اليوم بتقدمي لنا اللي هي الباستا سلاد. أيوة. مع الميني برجر. باستا سلاد يعني كاسم، يعني كمسمى انت يعني تختارينه ولا؟ انا حطيت المسمى حق سلطه. أيه. المكرونه، لان الباستا اللي هي المكرونه داشه في السلطه، فسميته باستا سلاد. والميني برجر؟ والميني برجر لانه حجمه صغير فسميناه ميني برجر. طيب بنبتدي بالسلاد ولا بالميني برجر؟ راح نبتدي ان شاء الله بالسلاد. يلا عيال مكوناتنا. راح يكون عندنا مكرونه اللي هي. نعم. الباستا. نعم. وعندنا ليمون وخيار وفي الفاصوليا الحمراء وفي الفلفل البارد والخيار والملفوف الاحمر. طبعا هاي المقادير وانا ممكن استغنى عنها، يعني في ناس ما ياكلون مثلا النخي، ممكن انه يستبعدون الفاصوليا يحطوا بداله ذرة، ممكن هي يعني ممكن انت تشكلين المقادير اللي انت تبينها على حسب يعني. اوكي. نعم. فالحين راح ان شاء الله نبلش. اي يلا راح نحط المكرونه. طيب شوفي انت تحطين، انا ابي ادردش معك اسئلتك يعني. أوكي. لان سلطه المكرونه يعني ممكن نسميها اذا بنقولها باللغه العربيه سلطه مكرونه، صح؟ اوكي. سلطة المكرونة يعني ممكن تكون أحيانا يعني تخلط فيها أشياء ثانية، التونة يعني بالذرة، فيعني على حسب أتوقع يعني الأذواق. مثل أيوة يعني مثلا الحين أنا اليوم قاعدة أجهز سلطة المكرونة الملونة. الملونة. مش اللي بالدجاج أو بالتونة، في كذا نوع حق سلطة المكرونة. طيب والمكرونة المستخدمة فيها يعني سعاد المستخدمتها، هل هي خاصة بس بالسلطة ولا ممكن أنا أستخدم أي نوع من أنواع السلطة؟ إيه ممكن أن أنت تستخدمين النوع اللي أنت تبينه، بس لازم يكون حجمها صغير. طيب الحين لحد الآن إحنا وين وصلنا؟ حطينا المكرونة، حطينا المكرونة وحطينا النخي وحطينا الملفوف والفلفل البارد. أي نعم. الليمون. الليمون يعني على هالكمية من الليمون ما تطلع يعني حامضة؟ لا، لان احنا ما راح نضيف لها اي بهارات اي شيء، بس الليمون على اساس تطلع فيها شويه حموضه السلطه. طيب نحط الخيار وهذه الفاصوليا الحمراء راح نضيفها. اوكي هني بنخلطها الحين. تحطينها هني شوي. حلو.
ممكن لو نضيف عليها مثلا طماط لو احنا لا سلطة المكرونة ما يحطون فيها طماط. يعني ممكن تكون خالية بدون طماط. أيوة. في عندنا هنا صوص راح نضيفه. الصوص اللي هو عبارة؟ عبارة عن مايونيز. نعم. ورشة ليمون ورشة ملح. يعني بس مجرد رشة ما نكثر. لا لأنه على أساس إن هي أصلاً هذه السلطة بدون بهارات. طيب يعني لو مثلاً بسوي رجيم والصوص يعني فيها المايونيز العادي بإمكاني إن أنا أستبدله. إيه استبدله بالمايونيز اللي الخاص بالدايت يعني. نعم. بس حبيبتي ممكن تطولين الزيت؟ إيه إن شاء الله. طبعاً هذه عبارة عن عندنا زيت الزيتون. زيت الزيتون بنحط شوي. طيب هذه زيت الزيتون. طبعا انت ما خلطتي يعني كل المقادير لحط ولا هذه خاصه بس البرجر؟ لا هاي هاي مقادير السلطه. طيب خلينا اسالك سعاد، يعني مثل ما ذكرتي انت قاعد تتميزين انه بطريقه تقديم مبتكره. ايوه. فمعناته يعني وقتك في السوق طويل. لانه يعني طريقه التقديم او يعني شو تستخدمين؟ يعني امس مثلا الستاند اللي استخدمتيه اوكي يعني هو حلو وتخيلته لو تكمل كله كان فعلا بيعطي يعني هذاك الرونق والجمال اول شيء يعني تستانسين بشكله وبعدين تبتدين يعني فعلا تتذوقين الاكل. فايش اللي يعني او وين تروحين او مو قالت لك وين؟ ممكن ما تقولي لنا. أوكي. بس شنو الاشياء اللي دقيقين فيها في طريقه التقديم؟ شوفي انا في طريقه تقديمي احب الصحون، احب اختار الصحون اللي فيها الوان وايد اللي تلفت الانتباه. نعم. اللي احجامها صغيره الشفافه اللي ممكن ان احنا يعني يبين الاكل. نعم. داخل الصحن قبل ما يتقدم يعني. أي. فانا احب اختار يعني اذا لاحظتي اليوم ثاني يوم ودائما احب اختار كل الاشياء ملونه يعني. أي. عشان تجذب. من الواضح يعني الاشياء الملونه مثل ما يعني خلينا نقول اللي هي الخضروات اللي احنا استخدمناها وشنها بعد عندنا حتى يعني الأواني الصغيرة اللي تيها. أيوة. يا يعني بشكل ملون. زين أمس استخدمتي مثلاً وقاعدين نشوفها الحين طبعاً على الشاشة. أوكي. أمس استخدمتي اللي هو سميتي اللايتر. اللايتر يعني. وقلتي هذه صح مخصص يعني بس. أوكي. يعني في غيره من هالأشياء والمواد بس مخصصة للأكل؟ إيه يعني مثلاً هاي اللايتر اللي أنا أمس استخدمتها هي خاص حق الأكل، حق الأكل السريع يعني. نعم. في مثلا مجال يعني اذا انت في البيت. نعم. ما تقدر ما راح تستحتاجين اللايتر يعني راح تستعملين الفرن راح تدخلينه على طول داخل الفرن. نعم. بس انا على اساس انه يكون الاكل سريع ومتوفر كل شيء حوالي فاللايتر هذه يعني ممكن انا استعملها في هالاشياء. وهذا شيء صحي صحيح؟ لا صحي لانه هو هذا الشيء مخصص اصلا حق الاكل. جميل حلو حلو. الحين تقريبا جهزت عندنا سلطه المكرونه. نعم. طبعا يعني هذه هي عباره عن الصحون اللي اخترتيها للسلطه. هذه الصحون اللي اخترتها انا اليوم. أي. على اساس ان انا احط فيها سلطة المكرونة. ما أنا يعني قاعدة أسأل نفسي يعني هو تحت ولا فوق بيكون أو داخل؟ أنا الحين بنحطه داخل. إيه يلا. أوكي ممكن بس ملعقة؟ إن شاء الله. طيب يعني معناته إذا أنا حطيت يعني مايونيز مثلاً بكمية بسيطة مش راح تأثر حتى علي أنا يعني بشكل. إيه أنت هاي الحرية لك يعني ممكن أن أنت تقللين. نعم. ممكن تزيدينها. أيه. ممكن تستبعدين في ناس ما يحبون المايونيز طبعا مع كمية السلطة هو يعني. أيوة. أيه. فإحنا هنا نعبيهم. أيه. طيب تفضلي. يعني مثل ما قلت لك أنا سلطة المكرونة. نعم. ممكن أن أنت تحطين أشياء يعني ممكن هنا تضيفين الذرة ممكن. نعم. تضيفين أشياء ثانية من الأشياء اللي تحبينها من الخضرة مثل ممكن تحطين الجزر. طيب لو أنا يعني مثلا بضيف وحبيت أضيف كل اللي قلتي هل يعني يستدعي أن أنا أشيل شيء من الأصناف اللي موجودة ولا إيه؟ يعني أوكي كلها تمشي مع بعض يعني قد تطغى مادة أو يعني خضرة على خضرة. إيه هني أنت ممكن تستبعدين يعني مثلا في ناس مثل ما قلت لك ما يحبون الملفوف الأحمر. نعم. تستبعدين وتحطين بداله جزر. إيه. إيه. أوكي وهي في ناس يعني يعتبرون ترى هذه السلطة وجبة تكفيهم يعني تعتبر. صحيح. وجبه كامله يعني. صحيح. وممكن ناس مثلا يحطون مثل ما قلنا تكون تونه نفترض يعني. ايوه. أي. التونه مثلا ولا الدجاج بعد ما تجهز بس مجرد مثلا الحين انا راح احط الجبن يعني من فوق يعني الحين مثلا انت هني الحين انا راح احط الجبن. أي. في ناس ممكن تحط على الوجه تونه ممكن تحط دجاج قطع الدجاج بس مجرد على الوجه و... ايوه منه والحين احنا قاعدين نحط صدقين انا افتكرت انت تحطين جبن. اي هذا الجبن صدقين افتكرت الجزر يعني من شكله قاعد يعطينا شكل الجزر. اي وهذه عباره عن الشدر. أيوة جبنه الشدر. اي نعم. اوكي احنا بنحط الملائك
يعني حتى الملاعق قاعدة يعني تستخدمين فيها مثلا حركة الشريطة هذه؟ أيوة. هاي ممكن ان احنا نتفنن فيها، يعني الملعقة بتجي سادة، انت تحطي عليها شريطة، تحطي عليها فاص، تحطي عليها اشياء يعني حق التقديم. شنو اهمية يعني استخدام الاكسسوارات بالنسبة لسعود في يعني تقديم الاكل وكذا؟ ما ادري، مثل ما قلت لك تلفت، يعني الحين مثلا لو انا ما حط، لو حطيت الملعقة بدون الفيونكة بيكون شكلها يعني عادي. اي نعم. كذي بتكون عندنا سلطة المكرونة جاهزة. طيب هذه أوكي. عندنا سلطة المكرونة الباستا سلاد، والحين نبتدي بالبرجر. الحين إن شاء الله راح نجهز الميني برجر. الميني برجر نعم. بس تعطيني أوكي، يعطيك العافية. الله يعافيك. طيب طبعا حتى يعني البرجر، يعني لما تستخدمين البرجر نفسه، هل هو عبارة عن مثلا خلينا نقول مثلا البرجر جاهز موجود يعني في الاسواق، ولا يعني مثلا انت تقومين بتصنيعه وتقطيعه؟ لانه يعني ميني برجر، يعني انا مثل ما تشوف حجمه صغير. ايوه الميني برجر هو البرجر نفسه. أيوة. هو متواجد يعني في الاسواق في ميني برجر، بس أيوة. في حاله اذا انت ما حصلتي ممكن تاخذين البرجر العادي وبالقطاعه تسوينها برجر صغيره وتقلينها، فبتطلع لك حجمها صغير قد حجم الخبزه يعني. طيب وبالنسبه للخبز او الروتي، هل هذه يعني موجود متوفر؟ اي هذا موجود. نعم. طيب وهل يعني تقومين بش انك تشيلين الحشوه سعاد، ولا بس مجرد؟ لا بس مجرد ان احنا نقطعها بالسكين. أي. وبس. اي نعم. نعم. أوكي. طيب حط مقاديرنا قريبه من عندنا. طيب اوكي الحين هنا عندنا الخبزه، هذه الخبزه ندهنها بالمايونيز. ونقدر نقول عن المايونيز مثل ما تكلمنا عليه في السلطه، يعني أيوة. ممكن تحطين هذا حتى الخبز، ممكن ان انت تبدلين الخبز الابيض بالخبز الاسمر. اوكي يعني احصل من الميني خبز اسمر. أيوة. والله جميل، يرضي يعني جميع الادوات. الحين حطينا المايونيز، الحين بنجيب شوي خس. ممكن نستخدم الخردل بدل المايونيز؟ ممكن. حلو. بس دائما الخردل يستعملونه في السوسج مع الهوت دوغ وهالاشياء يعني. اللي هي النقانق. ايوه. اي. اوكي طيب. حطينا الخس. اوكي. عندنا هني الخيار. طيب. المخلل طبعا. نعم. فبنحط حبتين. يعني انا شخصيا لو اشتغلت في المطبخ بحس ان هذه وايد على الميني. لا يطلع شكلها حلو الحين. يطلع شكلها حلو. انزين الحين هني عندنا. هني عندنا استخدام الالوان بعد يعطي دور. هذه البرجر. اوكي انت مستخدمه الجاهز ولا البرجر اللي يعني؟ لا هذا جاهز السريع يعني السريع. في مجال انه في يعني مجال انه انا نفذه في البيت. اوكي الحين بندهنه بعد، وندهن البرجر. نعم. بتقولي ليش دهنتها؟ اي ليش على اساس انه لو حطيتها هني التم ثابته. اوكي علشان تلزق. ايوه اوكي طيب. برد مره ثانيه بعد نسوي شوي على اساس اني بجيب الجبن. نعم. وبحط شويه. اوكي جميل حلو. بنجيب القطع اي مالت الخبز، بعد بندهنها شويه. نعم. وبنلصقها. طيب ما نحط كاتشب؟ يعني الكاتشب احنا عندنا هاي من الاولويات اللي مع البرجر. الكاتشب عاده في ناس ما تحبه داخل الساندويتش، ممكن ان احنا نحطه اضافي في الصحن مع التقديم. اي مع التقديم وبطريقه يعني مبتكره وشي تزيين ايوه حق التزيين. طيب في عندنا هذا العود. طيب هو اللي بيثبت بعد مع شريطه والوان. بعد مع الشريطة. اوكي طيب نسوي واحدة ثانية. اوكي يلا تقدرين تجهزيها ولا جهزها؟ يعني يعطيك العافية اللي بديتي فيه انهي. اوكي نبدي على السريع. يلا تفضل. ايه. نحط مايونيز. انا بقول لك ان نحط مايونيز. أوكي. يعني انا بقول لك شو تحطين. اوكي زين وعقبها نحط الخس. طبعا انت حطيتي هني شوي قطعتين مبينوا يعني حجمهم، عقب الخيار. بعدين هني تحاولين تكثرين الخس على اساس يبين شكله يعني حلو في الساندويتش. طيب احط قطعتين خيار. أوكي. وعقب حطيتي البرجر. حطينا البرجر ندهنا. يعني انا اشوف هذه القطعه يعني وعلي عود على شو اسمه. لا اي طيب ادهن اللي هو المايونيز على اساس انه يلزق عندي. أيوة. شو اسمه وعقبها ايش حطينا؟ حطينا اللي هو نضيف الشدر. إذا شلون بتقدمينه بعدين؟ يعني في شيء انا شفتك ما استخدمتيه لحد الان اللي هو ذي. ايوه هذا مع التقديم. هذا مع التقديم. الحين راح بعد ندهن القطع. جهز لك انا العود. اي. اوكي ونحط العود. طيب وهذه صحن تقديمنا؟ وهذا صحن تقديم. خليني. طيب شلون بنقدمها؟ طريقتنا؟ طبعا راح نحط حبه واحده في الصحن. اي. اوكي
بنجيب عندنا الخيار. من الخيار؟ بنحطه بنصف كم من حبة هنا. طيب بعدها عندنا هذا الشيبس. هذا الشيبس هو الشيبس الجاهز عادي؟ الشيبس الجاهز، وفي ممكن ان انت تسوينه بروحك في البيت. يعني هذه بطاطا مقليه فينا نحن نحطها. أيوة. اللي احنا نقليها ممكن. أيوة. ان احنا نحطها، ممكن ان انت تقلينها بنفس الطريقه، او انك تجيبين البطاطا نفسها شرايح وتقلينها وتحطينها. يعني طب بيكون جاهز الطبق. طيب اذا احنا ايش قدمنا اليوم؟ قدمنا اليوم اللي هو الميني. أيوة. ميني برجر. الميني برجر مع باستا سلط. باستا سلط. يعطيك العافيه سعاد، وشكل يعني بصراحه جميل والوان جميله في استخدام في تقديم هذا الطبق. يعطيك شكرا سعاد. مشاهدينا، بمناسبه حلول شهر رمضان المبارك اخترنا لكم باقه من افضل التطبيقات اللي تتناول موضوعات دينيه تربويه واخرى خاصه بالمطبخ الرمضاني. وأولى هذه التطبيقات نعرضها لكم اليوم وهي تطبيق رمضان، خلونا نشوفها مع بعض. رمضان. رمضان تطبيق يحتوي على أهم المعلومات المتعلقة بشهر رمضان الكريم: الصيام، الفضائل، الوقفات، التراويح والاعتكاف. يوفر باب الصيام معلومات عامة عن صيام رمضان، تتضمن تعريفاً عنه وتذكر مراحله، كما يورد مفاهيم خاطئة عن الصوم والسحور والإفطار وغيرها. أما باب الفضائل فيحوي قصصاً وآيات عن فضائل هذا الشهر، كفضيلة الصدقة وفضيلة القيام وفضل العمرة، وشرحاً مفصلاً عنها. بالنسبة إلى أبواب الاعتكاف والتراويح والوقفات، يذكر التطبيق شروط بعضها وإجابات لأسئلة يطرحها المؤمنون، ومعلومات عن أحكام بعضها الآخر وكيفية إتمامها. من جهة أخرى، خصص التطبيق باباً خاصاً يضم قائمة الواجبات اليومية والأسبوعية وواجبات نهار الجمعة، والتي يترتب على المؤمن أن يؤديها، كما يعطي التطبيق المستخدم إمكانية تشخيصها. إشارة أخيرة إلى أن بإمكان المستخدم مشاركة المعلومات الواردة في هذا التطبيق ومعلوماته الشخصية على الفيسبوك والتويتر. تطبيق وايد حلو، يعني وخصوصا يعني تماشيا مع يعني هذا شهر الفضيل وايامه المباركه، يخلي فيه تواصل يعني صحيح بيني وبين هذه التقنيه، بس يعني بشكل جدا فعال ممكن ارجع له في اي وقت. قد اربطه يعني مثلا مع برنامج موجود يعني مثلا في التلفزيون، او مع معلومه يعني اسولف مثلا في قعده من القعدات معلومه ولا كذا، يخليني رايحه وراده على يعني هذا التطبيق. وغير هذه قد اسمع منك معلومه مثلا نور وانا قاعده معك، ادخلها في هذا التطبيق، وغير كذي يستفيد منها من يدخل ويشوف معلوماتي يعني اللي انا اضفتها. وغير كذي بقول لك عن فقره خفايف، يعني لاحظت فيها ربط حلو يعني مع السحور بالذات في السلطه، يعني خفيفه ممكن يعني حتى انا اكلها خاليه يعني بدون المايونيز مثلا يعني. حلو. أيه. بس زين سحورك تكتفين بسلطه او نفس ما ذكرت؟ شكلك تحبين اللي تسومه، بس خليني انا اقول لك، انا شخصيا البارحه سحوري تمر وسلطه روب. بس لا حلو التمر، لا شيء اساسي عند الفطور عند السحور. سلطه روب، تمر سلطه. بس انا ما اكتفي ترى بجبن وبيض وهالاشياء، افضل اني ادسم واقعد ساعتين امطر. لا عاد المفروض الحين استفدتي من السحور، لا تزعل علينا بعد منال. وغير هذه يعني يسمعونك مشاهدينا يا نور، يعني خلي بس هي قالت اللي بياكل يعني دسم يصبر بعدها ساعتين ساعتين ونص بعدين ينام، فانا افضل اني ادسم واتم ساعتين ونص عشان بعدين اقوم شبعانه. لا انا اقول لك يعني كل خفيف يعني، وعلى اساس انه تكون اموري طيبه، وبعد يرضى عني جهازي الهضمي يعني ما فيني شدته. بس شلون شفتي الميني برجر؟ الميني شوفي الحين كل شيء، انا قلتها حق سعاد كل شيء بالميني الحين قاعد يمشي، لكن يعني هي فكره حلوه مبتكره، قد ما تكون جديده يعني حتى على يعني مشاهداتنا، بس يعني مثل ما قالت هي تتميز يعني بطريقه تقديمها. تعرفين لما يكون الشيء قدامك في حته او قطعه اكسسوار لون مثلا، مثل يعني ما هي تتميز بطريقه خصوصا الصايمين بعد يفتح الشهيه، وهذا هو يفتح الشهيه ويخليك يعني ان انت راغبه انك تاكلين ميني، والقطعه الثانيه ميني وميني، وتصير عن اربع برجر. بس نقدر نستبدل المايونيز باشياء ثانيه؟ اي طبعا هي قالت في خيارات كثيره جدا.
والحين مشاهدينا وصلنا إلى نهاية عصرية اللي تكلمنا اليوم في الحلقة عن التسامح وكيفية إدارة الغضب خصوصا يعني وإحنا صايمين. وفي التغذية أيضا استعرضنا الطريقة الصحيحة لتناول السحور مثل ما يعني تكلمت الحين مع نور، وفقرات متنوعة ومنها ما قصرتوا اللي ما قصر فيها ولدنا ما شاء الله عليه حمود اليافعي اللي ظهر معنا في التقرير ما شاء الله عليه. مشاهدينا نذكركم بالتواصل مع أسرة برنامج عصري على صفحة الفيسبوك لقناة الريان وعلى صفحة الريان على تويتر مع هاشتاج عصرية، وبأمان الله مع السلامة.